حيوانات خطيرة انقرضت ونحمد الله على انقراضها، ولو عاش مثل هذا النوع مع البشر لكنا في خطر دائم. قرش الميغالادون العملاق، وهذا القرش أكبر من القرش الأبيض العملاق 13 ضعفا. لو كان هذا القرش موجودا اليوم لكان باستطاعة التهام سفينة عملاقة بكل ما فيها وبكل سهولة، كما يحاكي هذا الفيديو المعروض أمامكم الآن، ويقال بأنه قد انقرض قبل 3 ملايين سنة. ويقول بعض العلماء بأنه لم ينقرض، إنه لا يزال موجودا بأعماق المحيطات المظلمة، حيث يتوقع وجود كائنات هناك لم يتم اكتشافها بعد. هل تتوقعون بأن مثل هذا الحيوان قد يكون لا يزال على قيد الحياة؟ أخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.